وللمزيد من النقاش في هذا الموضوع معنا من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العلاوي. أهلا وسهلا فيك سيد أديب. أهلا بكم، تحية لكم وتحية للمشاهدين. القصف التركي متواصل على قوات النظام والميليشيات في سوريا، هل سيتوقف هذا الرد عند الثأر للجنود الذين قتلوا أول أمس، أم أن هناك الآن يعني تقديرات أخرى لدى الأتراك باتجاه فرض وقائع جديدة؟ أنا لا أعتقد أنه موضوع ثأر، يعني دعني أؤكد، ولكن الحقيقة هي تفاهمات سياسية بطريقة عسكرية. الآن تركيا ستفرض شروطها على طاولة المفاوضات مع الروس، وبالتالي قامت تركيا الآن بدعم الجيش الحر. حتى الآن يعني دعني أقول أن تركيا لم تشارك بشكل يعني بشكل كامل من قبل قواتها الموجودة على الأراضي السورية، هذا الحجم الكبير من الكوموندوس ومن المعدات الثقيلة، لم تشارك بشكل حقيقي حتى الآن، ولكن هي دعمت الجيش الحر دعم حقيقي، وقامت بتغطية الجيش الحر برجمات الصواريخ وبالمدفعية وبالطائرات المسيرة، وقلبت موازين المعركة، وبالتالي روسيا الآن تسعى إلى الجلوس مع الرئيس أردوغان للتفاوض على شروط جديدة ستفرضها تركيا كما تشاء. نعم، طيب من بين العناصر الذين استهدفوا في الغارات الأخيرة عناصر من حزب الله، وهناك عدد منهم وقع قتيلا في الساعات الماضية، كيف تقرؤون ذلك؟ يعني هناك بنك من الأهداف لدى الجيش الحر ولدى يعني دعني أقول الطائرات المسيرة التركية التي الآن كان لها زمام قلب المعادلة على الأرض، وخاصة وأن تركيا هي من الدول المتقدمة في تصنيع طائرات الدرون التي لم تستطع روسيا، وهي هاجس روسيا منذ فترة طويلة، بمعنى آخر أن طائرات الدرون التي قامت من قبل الفصائل بخطف مطار حميمين لم تستطع الحقيقة لا قوات الروسية ولا قوات النظام لا باكتشافها ولا يعني الوقوف في وجه هذه الطائرات المسيرة. وبالتالي أنا أقول أن الطائرات الروسية الطائرات التركية الآن قامت بدورها بشكل فعال على لدعم الثوار، وغطت تغطية كاملة، واستطاع الثوار من خلالها التقدم، وبالتالي الميليشيات الإيرانية وحزب الله المتواجدين في أرض المعركة هم هدف حقيقي، لأنهم شاركوا في معارك جبل الزاوية وقاموا بقتل شعبنا رافعين شعارات يا حسين ويا زينب، وهم كاذبون على ذلك، وبالتالي سيلقون مصيرهم بإذن الله في القريب العاجل. وهناك أنباء مبشرة الآن الثوار باتوا يصلون على أطراف معركة العمان، وأعتقد أنه في اليومين القادمين سيكون هناك كلاما آخر. بالنظر عسكريا إلى خارطة الصراع، هل نستطيع القول أن قوات النظام فقدت زمام المبادرة بعد استعادة سراقب؟ ليس زمام المبادرة فقط، وإنما هناك انهيار على كافة الجبهات، إن كان جبهات ميليشيات النظام وإن كان ميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة، ومن خلفهم أيضا الفاغنر الروسية التي كانت تتواجد في خطوط الخلفية للقوات المتقدمة. وبالتالي أنا أقول هناك انهيار حتى من قبل روسيا، يعني حتى الروس الآن لا يشاركون بالشكل الفعال سوى بقتل المدنيين المتواجدين في المدن الآمنة، وبالتالي أنا أقول هناك انهيار على كافة الجبهات على الصعيدين العسكري والسياسي حتى. نعم، ننتقل إلى الموقف الروسي. يعني وزير الخارجية التركي أكد أن بلاده تعمل مع موسكو لوقف إطلاق النار، لكن ذلك سيلزم يعني قمة ما بين بوتين وأردوغان، كيف تقيم الموقف الروسي مما جرى حتى الآن؟ يعني أنا أعتقد عندما لمح الرئيس أردوغان على لقاء في 5 آذار بينه وبين الرئيس بوتين، خرج الكرملين ليقول أنه لا يوجد في جدول الأعمال لدى الرئيس بوتين أي لقاء مع الرئيس أردوغان، وبالتالي أنا أقول الآن الكرملين يعني والرئيس بوتين يريد لقاء الرئيس أردوغان بأي شكل من الأشكال، ولكن الآن سيكون ضمن الشروط التركية، وأعتقد أن الرئيس أردوغان لن يذهب إلى اللقاء مع الرئيس أردوغان إلا ضمن شروط يعني يفرضها هو على الطاولة، وبالتالي الكلام الذي قاله الرئيس أردوغان سابقا للجنة التفاوض مع الروس أعطاهم شروط لا يمكن التنازل عنها، أعتقد أنها ستكون الآن في مقدمة طلبات الرئيس أردوغان، وهي شروط الحقيقة الروس كانوا يرفضونها، والآن سيرضخون لطلبات الرئيس أردوغان وسيرفض شروطه على طاولة المفاوضات. نعم، أشكرك أستاذ أديب بن علاوي الخبير العسكري السوري، كنت معنا من الريحانية.